وفي مركز التكنولوجيا والابتكار يستوقفك جناح حديقة بلاي ستيشن الواقعة في القطب المتجمد في شمال روسيا. نعيش تجربة فريدة من نوعها. كيف تحافظ هذه الحديقة بطبيعتها الخلابة على استدامة البيئة بطريقة الواقع الافتراضي؟ مهدي سليمان تجول في الجناح وعاد لنا بهذا التقرير. جناح حديقة بلايستيسين، الحديقة الواقعة في القطب المتجمد في شمال روسيا، هي الحديقة الأولى من نوعها التي تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين صحة كوكب الأرض. لنأخذكم في جولة معها. طبعا تهدف هذه الحديقة إلى منع ذوبان التربة الصقيعية ومن انتشار غازات الميثان في الغلاف الجوي. الجناح من الخارج يمثل صورة للحياة البرية الباردة، ومن الداخل كما تشاهدون يقدم عرضا تفاعليا لطبيعة البيئة في أرض الحديقة، وهذه الحيوانات وهذه الطبيعة النباتية التي تتواجد هناك في أرض الحديقة وواقعها والآثار المنتظرة منها. للاقتراب أكثر من هذه الآثار والنتائج المنتظرة من الحديقة، ينضم إلي الآن الأستاذ إسماعيل الرشد، مدير أو فريق العلاقات العامة في الحديقة، ليطلعنا على المزيد. الحديقة بشكل عام تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين حرارة الكوكب، أو بشكل آخر الحلول البيئية التي تستفيد من الموارد الطبيعية للأرض لتقليل ارتفاع درجات حرارة الكوكب وتحسين الطبيعة المناخية للأرض. علماء يؤكدون أن حلول مثل هذه تعتبر أكثر تأثيرا، نظرا لأن الأرض تضم مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن تطبيق مثل هذه الحلول فيها. الدول الأفريقية عدة تضم أراضي كبيرة يمكن الاستفادة منها ومن مواردها البيئية لتقليل انبعاثات الغازات السامة وتقليل ارتفاع درجات حرارة الكوكب. الحديقة تلقت هذا العام دعما كبيرا من مؤسسة أندري ميلنيتشينكا الخيرية. بفضل هذا الدعم استطاعت الحديقة جلب عدد حيوانات كبير إلى منطقة صحراء التندرة الموجودة في شمال روسيا في القطب المتجمد الشمالي. العلماء في الحديقة يعتمدون على استراتيجية بسيطة، وهي استراتيجية استعادة النظم البيئية أو النظم الإيكولوجية لتلك المنطقة من الأرض، والتي كانت موجودة أصلا في عصر البلايستيسين منذ ملايين السنين أو منذ آلاف السنين. جلب هذه الحيوانات العاشبة الكبيرة مثل ثيران البيسون أو غزلان الرنة ستساعد على تقليل انبعاثات الغازات السامة في الغلاف الجوي، وأيضا حفظ غازات الكربون وغازات الميثان الموجودة في التربة الصقيعية المتجمدة. إذن نشكر الأستاذ إسماعيل رشد من فريق العلاقات العامة للحديقة. هذه جولتنا في حديقة بلايستيسين الواقعة في القطب المتجمد في شمال روسيا.